السلام عليكم وأسعد الله مساءكم. عرفت ولاية الأغواط مؤخرا حديثة مؤسفة جدا بعد اختفاء تلميذة مقبل على شهادة البكالوريا في ظروف غامضة. وقال والد الفتاة أمينة دوحة أن ابنته ذهبت إلى المدرسة ولم يظهر لها أي أثر بعد ذلك، ومر على اختفائها حوالي 10 أيام كاملة. هذا وقامت المصالح الأمنية بمباشرة تحرياتها والبحث عن هذه التلميذة الخلوقة والحافظة لكتاب الله، والكل يشهد لها بسمعتها الطيبة. عائلة الفتاة نشدوا كل الجزائريين عبر قناة خاصة مساعدتهم في العثور على ابنتهم الضائعة، فيرجى من كل شخص تعرف عليها من خلال صورتها أو شاهدها أو له أي معلومات تبلغ المصالح الأمنية فوراً.